عسلامة، مرحبا بكم في فيديو وصفة جديدة. الوصفة متاع اليوم باش تكون تارتلات بالغلة، ان شاء الله باش نحضروها بشكل معناتها مختلف على العادة، وبطريقة باش تكون زادة المكونات متاحها بسيطة واقتصادية. باش نعملها مش بالزبدة، العجينة باش نعملها بالزيت، وباش نعملها بزوز احجام، حجم معناتها قد اللي تشوفوا فيه هذا، وحجم اخر يكون اصغر. التارتلات هذوما يكونوا مناسبين للمناسبات الكل، مناسبات عيد الميلاد وغيرها. جاي شهر رمضان ان شاء الله نستحقوها كديسير ولا تحليه معناها للسهريات نتاع شهر رمضان الكريم. ان شاء الله تعجبكم الوصفه. شوفوا معايا الوصفه وخليكم معايا لاخر الفيديو. للمكونات كما قلت لكم مكونات نتاعها بسيطه، برغم تعطينا كميه كبيره برشا ما شاء الله، طيحت لي معناتها كميه باهيه تكفي العائله الكل، ولا اذا كان عندك مناسبه معناتها مستدعيه ناس. حطيت اول حاجه كعبتين عظم متوسط الحجم نتاعهم، وزدت عليهم ساشي نتاع فانيليا، سكر فانيليا، و 140 غرام سكر. السكر سكر عادي استعملت، مش سكر محاور، تنجم تستعمل السكر محاور. استعملت معها 120 مليلتر زيت، معناتها الوصفة هذه ما فيهاش زبدة، لكن برغم هذاك هي ناجحة والعجينة متاحها باهية وهشوشة وتعجبكم إن شاء الله. السكر حطيته سكر عادي على خاطر فيها الزيت، كما قلت لكم الزيت معروف أنه يلزمه يتحرك مليح على خاطر سينو باش يطلع من بعد يخرج على برا مش كيف ما الزبده. هذاك علاش حطيت سكر عادي، على خاطر بالتخليط معناها باش يذوب السكر مع العظم، وباش وماهوش باش يقعد كعب، وماهوش باش يقلقنا في العجينه، ولينا باش نلقاو من بعد معناتها وقت اللي ناكلوهم الكعبات هذوما مش باش نحسوا لي فما كعبات سكر مش دايبين، معناها السكر كل باش يذوب تاكدوا. من بعد خليت رطل فرينه، حطيت الفرينة ما حطيتهاش الكل بالطبيعة، بديت نحط بشوية كيف ما شفتوا، وحطيت نص مغرفة صغيرة، سامحوني مغرفة صغيرة خميرة متاع جاتو، وقعدت نزيد في الفرينة بشوية بشوية ونلم في العجينة حتىش لين تحصلت على العجينة كيما شفتوها معناتها متماسكة. وقت تلمت عندي العجينة هبطها من الإناء اللي خلط فيه، وحطيتها على سطح العمل الطاولة ولا اللي هو اللي باش تخدموا عليه، وبديت الباقي كمل نزيد فيها بشويه في الفرينه حتىش لين تحصلت العجينه كي من هكايا، عجينه طريه ومتماسكه وتساعدنا في الخدمه. كيما شفتوا هذه اللي قعد لي مرطل نتاع الفرينه ما حطيتهمش الكل، كيما ديما نقول لكم الفرينه مش هي نفسها، ساعات تلقى حتى ماركه مره تشريها تكون تشرب مره اخرى ما تشربش، هذيك علاش الفرينه ما نحبش نعطي المقادير بالضبط، وانا نفسي ما نستعملش مقادير مضبوطه في اغلب الوصفات، ما نحطش مقادير مضبوطه على خاطر الفرينه كما قلت لكم تختلف. من بعد ما حضرتها ما خليتهاش ترتاح، مش كيف ما العجينه اللي تكون بالزبده يلزمك تخليها في الفريجيدير باش تشد روحها وتبرد شوي، بالزيت لا تنجم تخدم بها ديريكت. هذه اختصار معناتها للوقت، وفي نفس الوقت نعرفوا اللي الزبده معناتها قيمتها الماليه اغلى، سورتو اذا كنت باش تعمل كميه كبيره باش تتكلف لك. لهنا خذيت القويلب هذم شكل وردة، وكما شفتم من بعد ما حليت العجينة بالقلقال وباستعمل الفرينة، ساعد بالفرينة من تحت نرش الفرينة ومن فوقها باش نحلها. خذيت والسمك متاحها زادا وريتهولكم قبيلة شوي في الفيديو، خذيت القالب هذية وقصيت به العجينة. من بعد نحيت كالحراف الزايدة متاع العجينة بالطبيعة من بعد نلمها الكل ونحطها على جهة ونرجع لها من بعد. في التشكيل متاع التارتلات متاعنا خديت القويلب هذوما متاع الكب كيك، وبديت نحط عليها في العجينة هكا بالكعبة. سامحوني لهنا تصوير مش واضح، ان شاء الله توا باش يكون واضح اكثر في القدم شوية معناتها في الفيديو. حطيتهم بالطريقة هذه، ننصحكم ما تضغطوش عليهم وقت تحطوهم سينو باش يلصقوا، وإلا إذا توسعوا بالكم معناتها تدهنوا الليمون هذوما القفين بتاعهم تدهنوهم بشوية زيت باش هكيكا ما يلصقولناش الكعبات. أنا ديجا فما يمكن كعبتين ولا ثلاثة تكسروا لي وقت اللي جيت نحي فيهم، على خاطر وقت اللي لصق فما كعبات ضغطت عليهم نزلت عليهم ولصقت العجينة على
على المول وهكيكا ما نجمش يصعب عليا تخريجها، سينو باش تخرجها سهله برشا طريقه ماهيش صعيبه، دوب ما تخليها تبرد المهم ومن بعد دوب ما تتنحيها هكا تتنحى معاك. الكعبات اللي ما همش باش تنحاهم من الاول راهم باش يتكسروا، هذاك علاش ننصحكم ما وقت اللي تحطوهم جوست تحطوهم حتى هكا هاو ما تنزلوش عليهم. المول الاولاني كملت الكعبات اللي فيه، خذيت مول اخر، المول هذا الحجم نتاعه اصغر بشويه لكن بنفس الحجم نتاع القالب، كملت خدمت بهم وشكلت الكعبات نتاعي. كيف وفالي القالب هذا، خديت هذوما اللي نحطوا فيهم باش نطيبوا فيهم لي كاب كيك. انتوما زيدا وقت لي اذا كان معناتها حد ما عندوش القالب هذوما القوالب نتاع المول هذوما نتاع الكاب كيك، تنجموا تستعملوا هذوما الوحدات اللي نحطوا فيهم الحلو ولا نحطوا فيهم نطيبوا فيهم الكاب كيك، المهم انهم يكونوا معناتها الاستعمال يتحطوا في الفور باش ما يتحرقوش. وشكلتهم بالطريقة هذه معناتها طريقة سهلة، نحطهم بنفس الطريقة بالضبط، المهم نحطوا كعبتين ولا ثلاثة على بعضهم باش وقت اللي نحطوا العجينة ما تطيحش وتكون معناتها شادة روحها الورقة، ما تكونش جويدة ولا معناتها ورقة واحدة اللي ما تتحملش الثقل متاع العجينة. والكعبات هذوما خذيت كعبات أخرين معناتها يكونوا أصغر حجم، حليتهم بقالب آخر الوردة اللي هذي نوري فيه توا، اللي هو معناتها اصغر حجم يكون صغير، وهذو ما ميني يكونوا اصغر معناتها كعيبه واحده معناتها على قد الفم بالضبط. تستحقوها مثلا البوفيه نتاع اعياد الميلاد، وطيح لكم كميه اكيد باش تكون الكميه مضاعفه من الكميه نتاع الكعبات الاولانيه. الكعبات اللي خدمتهم في المول نتاع الكاب كيك حطيتهم بطبيعه هكيكه في المول نتاعهم، وهذو ما حطيتهم من بعد في طبق وحطيتهم الكل مع بعضهم زيدا في الفور. الفور يكون مسخن من قبل على 180 درجة إذا كان فور عادي، وإذا كان فور بالمروحة يتسخن على 170 درجة، ويقعدوش ما يقعدوش برشا يعني 10 دقائق. إذا كان شفتوا فما كعبات حمار معايا أكثر من لازم معناتها يلزمكم ما تسهوش عليهم على خاطر كيف ما السابلي ما يقعدوش برشا في الفور. لهنا حضرت الكريم باتيسير، هي الكريم باتيسير العادية اللي مستنسى نحضرها، إلا أني ضعفت الكمية على خاطر الكمية متاع التارتوليت كبيرة معناها ما شاء الله. حطيت عملت إيطر حليب عليهم 4 مغارف فنشي عليهم 6 مغارف سكر، ساشي فانيليا وكعبتين عظم، وحركتهم قعدت نحرك حتى شلين تحصلت على القوام اللي حاجتي بيهم متاع الكريم باتيسير. حطيتهم كما شفتوا بالمغرفة في اللي حبيت بهم الكعبات الكل، ومن بعد بديت نزين بالغلة، والغلة بالطبيعة الموجود عندكم وبالطبيعة حسب الرغبة وحسب شنو الحاجة الغلة اللي تحبوها انتوما، ماهيش هذي كله معناتها الزينة وكل حاجات كما انتوما تحبوا، تنجموا تحبوا تحطوها تعملوها بالتفاح بالبرقدين، فما تنجموا تعملوا بالتمر باللي تحبوا انتوما. من بعد ما كملت حطيت الغلة عندي شحور كنت عملت بيه وصفة القطايف عديتها لكم في بنكهة من الورد، دهنت بيه كعبة الغلة، ولهنا الحال الكعبة متاعي حضروا، إن شاء الله تكون الوصفة عجبتكم، ما بقى لي كان باش نقولكم في لمان، تبقوا على خير، نرجع لكم في وصفة أخرى إن شاء الله، بسلامة.